يا حلو الملامح ويا سكر وسايح يا بقولك ايه انا زعلانه منك لا 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 انا زعلانه منك خلاص ما تكلمنيش يا فراتيك القلب لا الحزين لا حياتي لا يا فرتكتي ولا اي كلمه طب انت اكيد من عالم تاني من عالم تاني ما فيهوش بقر لا زعلانه منك الله حبيبتي لا 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 الله لا 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 يا عبسلام بابا يا بابا يا بابا لا انا لا لا ايوه بقى كده فكي لا انا مش مصدق نفسي ليه انا اللي مش مصدق نفسي طول عمري نفسي اشوف القمر الحمد لله ربنا كرمني وشفت المجموعه الشمسيه كلها بقول لك ايه ايه غمض عينيك عشان عامله لك مفاجاه لا هنروح المول بقى وقله الادب دي لا غمض عينيك أمير البحر قاد والله نار نفسه مرة في مزد منك وقالوا بقولك إيه؟ إيه؟ ما تيجي على القمر ونجيب سمر لا إن كان كده يلا على الفضاء ونجيب صفاء يلا بينا بابا ماما يا للسايكة فرتيك يا بنتي ومين خوازيق ليه يا ربي عملتي فيا كده خدي ولا انت هنا ولا خد يا بنت هنا تعالي هنا يا بنت اللي انت عملتيه ده اللي انت عملته ده حطيتي وشي في التراب حطيت راسي في الفضاء يا بنت ينفع اللي انت عملتيه ده ينفع تغلطي الغلطه دي مع خوازيق ايه يا بابا في ايه يل... ما تهدى كده وتقول هديت في ايه يا بنت عيب انت بتكلمي ابوك يا بنت كده تعمليه كده لازم تصلحي اللي انت عملتيه ده انت اللي غاوتيه بقول لك ايه انا مش هتجوز واحد سلم لي نفسه قبل الجواز تلاقيك عملت له الزلزال وانا مش عارفك ارتحت هي دي وصيه امك نيازك السلاح دار الله يرحمها وديتنا في ده يا شيخ يا بابا اسمع اخرس انت في الشهر الكام يا ولد في التالت طب انا اعمل فيك ايه بعد ما فضحتني وعرتني لا يا بابا لو هو ده اللي هيفضحك وهيعرك انا مش هسيبه انا هنزله اهو 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 بس مهما كان المخلوق الغريب اللي في بطنك ده يبقى حفيدي وانا مرضاش بكده دبرني يا رب دبرني يا رب اسكتي بقى كنت بقى اشوف اخويا وحبيبه هيعمل ايه يا رب يوافق على الجوازه يا رب يا اخويا عايز ايه احنا لازم نعمل حاجه للي حصل ده اللي اتكسر عمره ما يتصلح لا. خلاص اللي اتكسر نصلحه ازاي احنا نجوزهم ما عنديش مانع والله ما عندكش مانع نجوزهم اه حس كده بقى احنا لينا طلبات بنتي دي يجي لها العفش كله كل العفش من مدينه النجوم ايه مدينه النجوم دي سيتي ستارز كل العفش كله من سيتي ستارز وعلى ايه كل التكاليف دي ما نجيب كل حاجه من الوكاله طالما هتجيبه بقى من الوكاله وكاله ايه وكاله ناسا وكاله ناسا اه هو احنا اي حد عشان تقول ان وكاله ناسا بقول لك ايه انتوا خلاص انتوا طالما هتجيبوا كل حاجه احنا نجيب حاجه واحده ايه هي المرايه الله يحرق الله يحرق المرايه يا شيخ واللي جابوا المرايه انا ما اعرفش اعيش من غير المرايه طب بص بقى انا موافق على كل حاجه موافق اه مبروك علينا الخوازيق البس فورتي